انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري في السلاسل التجارية وفروعها والشوادر المقامة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية. فعلا دي حاجة كويسة جدا، خفف على المواطنين الأعباء طبعا بصفة عامة. بنحاول ان احنا بنكون موفرين كل السلع التموينيه او غير التموينيه كمان باسعار مخفضه. مبادره حلوه وكويسه وتمام، والاسعار كويسه وفي متناول الجميع. طبعا بشرف فخامه الرئيس طبعا المنتجع طبعا بيحاول يوفرها للشعب على قد ما يقدر عشان طبعا تبقى يعني في متناول الجميع، يبقى ما حدش محتاج حاجه وما حدش يقول ان في حاجه ناقصه في البلد. حبك علينا يا بلدي فرض وهنبقى جنبك للنهايه. كما تحرص وزارة الداخلية على توفير السلع من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً تابعة لمنظومة أمان على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. إزازة الزيت بره ب40 ومدينا زيت ورز ومكرونة وسكر. احنا متشكرين على تخفيض الأسعار ورب يعني يكون في يعني حاجات كده على طول. ربنا يخلينا الرئيس وما ربنا ما يحرمناش منه. أحب أشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي عاملها. ربنا دايما يخلي مصر اولا وفوق على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب. لم تقتصر جهود وزاره الداخليه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين عند حد التخفيضات، بل وفرت الوزاره عبوات تحتوي سلع غذائيه متنوعه ذات جوده عاليه لتوزيعها على المواطنين بالمجان في المناطق الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية في إطار الحرص على تقديم الدعم لهم ومساندتهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة. ربنا يخلينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يبارك لنا فيه يا رب. ربنا يبارك لنا فيه وتولنا في عمره. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك. كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة كبدائل للعشوائيات بهدف توفير حياة كريمة لقاطنيها، وتم توزيع العبوات على المواطنين هناك والذين ثمنوا غاليا جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوفير الدعم لهم وتخفيف الأعباء عنهم. النهاردة كان في مبادرة جميلة قوي من وزارة الداخلية، طبعا هي مش أول مرة تعمل دوت، من ساعة ما جينا أهالينا ودوت بيتعمل. جم وزعوا كراتين علينا وبسطونا وهيئونا وآخر احترام وآخر كمية الأدب فيهم. الرئيس فاكرنا وبيجيب لنا كل حاجة، وكفايه اللي هو فاكرنا والله ما بينسانا ابدا. انا بشكر الرئيس وبقول له شكرا يا رئيس، هو فعلا عمل لنا حاجات كتيره ودي مش اول مره، دي اكتر من مره يجي لنا هنا. وبشكر وزاره الداخليه وبقول له شكرا يا رئيس، ربنا يخليك لنا يا رب. لوحه حضاريه واجتماعيه تعكس معاني التكافل الاجتماعي ترسمها وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد التي تسعى دائما الى رفع الاعباء عن كاهل المواطنين بتخفيضاتها وما توفره من سلع مجانية للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة والأولى بالرعاية، حيث تستمر هذه المبادرة في عطائها المتجدد ودعمها لكل الفئات في دولة تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها. ربنا يخلي لينا ويدي الصحة ويقويه على هو بيعمله. شكرين جدا جدا يا رئيس على اللي انت عامله معانا وعامله مع الناس كلها. دايما هنا شرطة وشعب.